بإذن الله. أغلبية الفرقة برشلونة ولا ريال مدريد؟ أغلبية الفرقة ريال مدريد. يبقى أنت ريال مدريد يا أمير. لا طبعا أغلبية الفرقة برشلونة. بس هو لا أغلبية الفرقة فعلا أنا كابتن فيتو ومعظمهم بيتابعوا ريال مدريد. إن شاء الله يعني كل التوفيق للأهلي يا أمير هشام. شكرا جدا على هذه التغطية المميزة. يعني أمير هشام استشرف.